بسم الله. ايوا في ذاك الوقت كنا نلعبوا الكره وكانت عندنا واحد الفرقه شديده. الاول اللي كان يديرنا كارد بيت هو حماني، والاريير دروا التونو، الاريير قلت التونو، انا كنت ندير الاريير دروا. لي زافون سونتر كانوا عندك النجار محمد الله يرحمه، وعندك جرود مصطفى، وعندك سي هرادي، وعندك عدلي احمد، وعندك كيقولوا لي داك سي حميده. كانوا هادو كاع لعابه، والطويل حتى الطويل كان يلعب معانا، الطويل البوشيخي سي احمد، سي احمد الطويل. ايوا حنا عمرو واحد الفرقه ما غلبتنا، فهمت ولا؟ كنا نلعبوا مع جرادار، نلعبوا مع سيدي بوبكار، نلعبوا مع توسان، نلعبوا مع الانرجي نتاع وجده، نلعبوا مع بركان، ونلعبوا مع توريرت. البد نتاعنا هي وقرتيل. عمرو توريرت ما غلبتنا. ايوا وراك عارف كنا حنا ما كناش نترينيو، ما كان لا رونترينيو ولا والو. نهار يوصل لحد جيب الكوداس تاعك والكالسون تاعك وروح. وتقدا النار في النيران. سعدادك هي اللي قصناه. جي بحال اليوم. ما كانش الخوف، كل شيء لعابه. وما تنساش ديك 5 دقائق نتاع تقرقي بالمغارف. واه. تما يبدا الصباط. سي حسين كنا نسمعوا كانوا الكواري يطردقوا، كانوا الشبك يتقطعوا، واش هذا الشيء بصح ولا؟ كاين ذاك على خاطر التونو تلاقى هو واحد يقول له الطيب من توريرت. هذا الطيب حتى هو فور يلعب، ماشي نقول لك زعما توريرت كانت عنده واحد الفرقه ما كانش وقتها منين يجيب العيون يحصلوا. وتلاقى التونو هو ماشي تقطعت الكره غير تسمى طلعت روجيك تبار هكا. التونو وداك الطيب كانوا صحاح، منين تلاقاو ديك الكره طلعت هكا الفوق. وراك عارف كانوا يشجعونا، راه لعاب راه كذا وراه ما كانش اللي قدر لهم، ما كانش اليوم ما كانش عادي تهلاو فينا كيما اليوم. اليوم كاين صبابط، كاين النعايل. السلام عليكم. السلام. تبارك الله عليكم اخويا. لاباس؟ ايوا ها؟ كمل كمل كمل. زيد كمل. كمل. قلت لك بكري كان بكري كان القوام. فهمت؟ بكري كان القوام. ما كانش القوام كيما اليوم. اليوم ها القوام موجود وهذه بصح اللعابه ناقصين. الرجل الفلوس عندوش من الفلوس اللي يعطيهم. وبتا احنا كان ما يعطيونا حتى فرنك، عمر ما دوروا معنا كاع. وبصح منين ندخلوا لشي فيلاج نسيت مصطفى ولد العميه. هو مصطفى ولد العميه وبابي بابي الله يرحمه، راك عارف كاع نسيناهم. واحمد ولد العميه. احمد ولد العميه ولد ونويبي. نويبي ولد الفحامي. ودودوي. دودوي الله يرحمه كاع هادو كانوا لعابه. انا كنت عندي ديك لا ديفونس حيط حيط ماشي. كنا نقلعوا الباب وهم يجوا. كي كتفوت الكره كت النجم الرياضي شحال شحال بقى باش اودي حنا اه؟ شحال بقى النجم الرياضي باش ريد؟ النجم الرياضي في كريه؟ واه. نقول لك حنايا ديميسيونا خرجنا من هذيك الكره دابزنا. دابزوا مع لابوليس نتاع وجده. دابس هذيك الفرقة ديالنا. زادوا موراهم. إيوا وزدنا موراهم شي سنين، تقول شي تقول واحد 5 سنين ولا 6 مور هذيك الزقا حنا غير مشاو صحابنا ما بقيناش نلعبوا. هاد الشيء اش من سنة؟ اش من سنة؟ اش من 66 ديبلاسي. هو 66 حتى 67 68. انا خرجت كما كانت سسبونديت مشيت لفرنسا، فهذا خليت الدراري ما حتى مره يلعب. واه كنا نلعبوا منين مشيت نتايا. المقابله سمعنا ناض فيها العصا والزقا والاخر مع سيدي بوكر. لا لا مع لا دابزنا مع سيدي بوكر هنايا. واه تبعوهم هلكناهم. كانوا معهم قور. مع القور واحد الرومي جا هنايا كانوا يجبدونا، هما ضربونا في سيدي بوكر. منين جاوا هنا قلعنا منهم اللحم وهرسوا الكيران وما خلاو ما داروا، كان ما بكمش المخزن يخلاو. ايوا على الخطره مشينا نلعبوا. اش من عام هذا؟ اش من سنه؟ سيدي تكون 67 هكاك. هو 67 قلت لك واحد الخطره مشينا نلعبوا. لا قلها
كنا نلعبوا مع الانرجي. كانت واحد ليكيب الكوكب جات من الدار البيضاء غادي تلعب مع المولوديه الوجديه. ايوا وداونا حنايا منا عاد لي كاع هاد ليكيب. كان عميمي الله يذكره بخير كان يدير لنا قول منين مشى هذا ولا عميمي في بلاصتو. ايوا بغاو يغلبوا علينا الانرجي بالسيف وغلبنا الانرجي بواحد البونت ودخل ديك الراك تلعب وغلبوها غلبت المولوديه وبقاو يزقيو عليهم. قال لهم يا ودي كون خليتو لنا غير حوسين والطونو يديروا ديزاريير والله لا غلبونا في ذاك الزمان. ايوا راك عارفوا الكره كل وقت وقتها وكل وقت مواليها. احنا كنا نلعبوا الكره بالقلب ديالنا ما كانش ايوا هذا ما كان. الوقيته اللي كنت نلعب كان لحق عليك دريس خوك انت هو كان يلعب معك؟ لا ما يلعبش هو مورايا كان معنا مش هو مورايا ذاك الوقت هو كان يلعب هو مع دوك بركان مع كان يلعب مع بركان مني ولا داروا هنا عاوده فرقه بيناتهم حتى هي كانت تلعب ديك الفرقه ولكن ما وحنا فوتنا ايامنا وفات الايام. واش تقول للرياضيين ديال اليوم خصوصا لاعبي كره القدم واش توصيهم ولا واش تقول لهم؟ كنصيحه واش تقول لهم؟ نتمنوا لهم النجاح. اي والله ينجحهم ان شاء الله هذا العام يطلعوا ان شاء الله. عندنا ثلاثه من الفرق هنا في العيون. واه لا فرق الله يهديهم ويفهموا بيناتهم الله يهديهم ويفهموا كلهم اولاد العيون الحمد لله نتمنوا لهم النجاح ان شاء الله. احنا ماذا بينا العيون تطلع نفرحوا ونقولوا اذا طلعت واحد الفرقه من العيون. كانت عندنا غير فرقه في المغرب في المغرب الشرقي القسم الاول المولوديه الوجديه وكنا باغيينها اكثر من نفوسنا اكثر من بلادنا وفالي هذا درك هي بحال تزعزعت حتى حنا رحنا مزعزعين معها ونتمناو لها حتى هي النجاح ان شاء الله. والعيون كذلك ومثليها نتمناو لهم يطلعوا ان شاء الله هذا العام يمثلوا يمثلوا بلادهم يمثلوا الوطن ديالهم وكل من نبغيو عندهم نكونوا النصر ان شاء الله. الله ينصرهم الله ينصرهم الله ينصرهم.